في الاول هي موهبه رسم فقط لا غير. رسمت ودريت المنظر الوحش في العربيه وشكلها بقى احلى وعجبت الناس قوي، فانا كنت واخداها موهبه بس مش اكتر. وبعد كده ابتديت ان انا استغل الموهبه دي في ان هي تكون مصدر دخل ليا او رزق ليا، فاستخدمتها كمهنه وعجبت الناس جدا. والفن ده عامه مش منتشر قوي في مصر، يعني اللي بيرسموا على العربيات قليلين جدا، مش عدد كبير خالص. انا دنيا عاشور، عندي 25 سنه، بكالوريوس خدمه اجتماعيه، ومن وانا صغيره يعني بحب الرسم، هي حاجه شغفي الوحيد يعني هو الرسم. طبعا بحب حاجات كتير قوي بس الرسم بالنسبه لي يعني هو توب 1 في حياتي. يعني عامه الحكايه ابتدت معايا ان انا في البدايه اصلا يعني برسم عادي زي اي طفله، وبعد كده اما كبرت شويه من بدايه ثانويه ابتديت ان انا يعني اتقن الرسم شويه او اعرف ان انا بعرف ارسم اصلا. يعني صحابي هم اللي كانوا بيشجعوني بصراحه في المدرسه، في البيت اهلي كانوا بيشجعوني ان انا ارسم. جه الموضوع من خلال ان انا رسمت على العربيه كانت مغدوشه، حبيت ان انا داري العيوب اللي فيها والخبطات الموجوده فيها، ورسمت على العربيه فعلا وعجبت الناس جدا. من ساعتها يعني وانا اتعرفت بموضوع الرسم على العربيات، لكن انا برسم على حوائط وبرسم على لوحات وبرسم على قماش وبرسم على شنط وعلى جلد، يعني بحب الرسم عامه، بحب الفن اصلا، فمن خلال كده انا برسم كل حاجه. بعد كده جه موضوع العربيات، يعني اتعرفت بموضوع العربيات اكتر، لكن انا برسم على اي ماتيريال. يعني في الاول هي موهبه رسم فقط لا غير. رسمت ودريت المنظر الوحش في العربيه وشكلها بقى احلى وعجبت الناس قوي، فانا كنت واخداها موهبه بس مش اكتر. وبعد كده ابتديت ان انا استغل الموهبه دي في ان هي تكون مصدر دخل ليا او رزق ليا، فاستخدمتها كمهنه وعجبت الناس جدا. والفن ده عامه مش منتشر قوي في مصر، يعني اللي بيرسموا على العربيات قليلين جدا، مش عدد كبير خالص، وعشان كده الموضوع مش منتشر، فبالتالي في ناس بتطلبه اصلا انها ترسم على العربيات. في خبطات بتبقى موجوده احنا بنعملها ديزاين، بعملها ديزاين معين فبتدي شكل جمالي في النهايه، ان انا بداري العيب بشكل حلو قوي وبيعجب الناس، ودي حاجه مميزه ومختلفه. وثانيًا كمان العميل مثلا ما بيجيلي بيبقى طالب مثلا حاجه معينه هو عاجباه هو، فالرسم اليدوي مختلف جدا عن اي حاجه. الهاند ميد يعني بيبقى حاجه طابع خاص ليك انت، ما بيبقاش حاجه معينه مثلا او حد راسم نفس الكلام ده، لا بيبقى موضوع مختلف مميز بالنسبه لك. ثانيًا بتعمل اللي انت عايزه ومحدش تاني بيبقى عامل نفس الكلام، يعني انا لما برسم لحد حاجه مش بعملها لغيره، هي اكتر رسومات الناس بتحبها اكتر اللي هي الدودلز والمانديلا، الشغل اللي هو الحديث شويه او المودرن مش شغل قديم. يعني العميل لما بيطلب مني حاجه بنفذها، هو بيبعت لي مثلا صور بنقترح على بعض بناخد افكار. ثانيا بيرجع لدماغ العميل، بشوف الاول هو ستايله ايه، هو بيحب ايه، بيحب الوان ايه، بيحب ايه مع بعضه، وبالتالي بنركب افكار مع بعض وبنختار مع بعض الحاجه المناسبه للعربيه او للبايك او للخوذه، يعني ايا كان، او للحوائط، يعني بنستغل بافكار بعض مع بعض. عامه وانا برسم اصلا انا بحب قوي، وانا برسم بحس ان انا شغفي كله بيطلع، انا بعمل الحاجه دي بكل حب فيا، بعمل الحاجه دي عشان يعني نفسي في يوم من الايام الناس تقول دي ده شغل دنيا عاشور، فده اللي انا عايزه اوصل له. مش عايزه اوصل لمبالغ كبيره او الكلام ده خالص، انا برده ما بشتغل من مبالغ قليله او بسيطه عن ناس كتير طبعا في المجال، يعني لاني انا حابه اظهر موهبتي اكتر من ان انا باخد منها فلوس او هي يعني مش مهنه، بس بحب اعمل حاجه مختلفه وبحس ان انا فخوره بنفسي لاني مش شبه حد. يعني بحس ان انا يعني احب قوي ان كل الناس تكون نفسها، بس في النهايه ان انت تكون ليك بصمتك، ليك شخصيتك، ليك كيانك، مش بتقلد حد. يعني احنا مش كوبي من حد، لا كل واحد يكون نفسه، فبحس ان كلنا هننجح لو كل واحد شاف هو بيحب ايه او شغفه ايه، هينجح اكيد من غير ما يبص لحد او من غير ما يقلد اي حد في الدنيا. يعني هو الرسم على العربيات هو مخالف تمام زي الستيكر او الفاميه او الكلام ده، لكن في ناس اصلا بتجيلي عامه هو مش مخالف بالنسبه لها، لان العربيه بتاعتها بتكون لونين، فبالتالي انا برسم لها بنفس اللون التاني، فهي ما تكونش مخالفه للعميل خالص. وثانيا في ناس كتير بترخص بالشغل ده، او مثلا لو انا عامله لها لون فهي بتروح الترخيص وبترخص بلون تاني، فبالتالي هي ما تكونش مخالفه. هنا احنا مش معارضين في القانون في اي حاجه. وثانيا كمان لو رسمنا مثلا حاجه بسيطه تداري الخبطه اللي موجوده او العيب اللي موجود، فبالتالي شكلها بقى جمالي. وثانيا كمان مش
مش ملحوظه برده، حاجه بسيطه، فبالتالي هو كمان يعني التكلفه بتبقى اقل عليه من الرش العربيه او الكلام ده كله عشان ما يقللش من ثمن العربيه. اصعب حاجه في الشغل ده هو مش قصه اصعب حاجه، وانا واجهت صعوبات كتير جدا، هو مجال صعب مش سهل على فكره، وبقالي كتير قوي انا بسعى في الموضوع ده وبحاول اطور من نفسي، يعني داخله في المجال مثلا بقالي 9 سنين او اكتر. الواحد تعب كتير قوي ويئست كتير قوي، واكيد في انتقادات سلبيه كتير جدا، فالناس ما بتعرفش تدي نقد بناء، كلنا يعني ايه لو انت بتشخبطي، انت فاشله، انت مش هتعملي اي حاجه، انت مش هتوصلي لاي حاجه. فانا عايزه اقول لاي حد ان انت هتوصل، لو عايز توصل انت هتوصل، فما يعني ما تسمعش اي كلام وحش، لان كده كده في النهايه لو عايز تنجح انت هتنجح، ده قرار.